من نعم الله عز وجل هذا المطر الذي ينزل علينا من السماء، هذه نعمة من نعم الله. لولا هذا المطر ما بقيت حياة على وجه الأرض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج أحيانا في المطر فيحسر عن رأسه ليصيبه من بلل هذا المطر، وكان يقول حديث عهد بربه. فما أجمل ماء ينزل من السماء مباركا. ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. هذا المطر أحيانا يكون عذابا فيأتي سيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا إذا اشتد المطر يقول اللهم حوالينا لا علينا، وإذا نزل دعا الله عز وجل، لأن الدعاء يستجاب أثناء نزول المطر. وكان من دعائه يقول اللهم صيبا نافعا. والمطر